اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في برنامج ضيف انفاس. ضيفنا اليوم نبيل عادل، عضو المكتب السياسي لحركه معا لتسليط الضوء على اولويات الحكومه المقبله. اهلا وسهلا سي نبيل. اهلا وسهلا، شكرا على الاستضافه. سي نبيل، عاده في البرامج ديالنا كنعرفوا بالمسار المهني ديال الضيف ديالنا، شنو هو المسار المهني ديال الاستاذ نبيل؟ اولا كنشكركم على الاستضافه والسعيد بتواجدي معكم اليوم. نبيل عادل، مواطن مغربي، عضو المكتب السياسي لحركة معا، أستاذ جامعي مختص في العلاقات الدولية والاقتصاد. قبل ذلك كانت لي تجربة في الميدان في القطاع الخاص، في قطاع التأمينات، والآن عندي اهتمامات فكرية وثقافية بحكم أني ألفت مجموعة من الكتب ومجموعة من المقالات. نعم، بداية ما هي دوافع تأسيس ديال حركة معن؟ حركة معن أتت كرد فعل على ما سمي وقتها بعد انتخابات 2016 بالبلوكاج. هنا مجموعة من الشباب المغربي أرسى أنه ليس من المفيد لا للشباب ولا للوطن أن يبقوا على الحياد وفي وضعية المشاهد. قرروا أن يدخلوا لغمار التجربة السياسية بفكرة وأنه لا يمكن تغيير السياسي والتسريع الانتقال الديمقراطي إلا ما يهتم بالشباب بالشأن العام، وخاصة أن يجعلوا من المواطن نقطة الارتكاز للعملية السياسية والانتخابية، وذلك عن طريق تمكينه وإعطاء الأدوات التي ترفع من مستوى وعيه هذا الوعي الذي ينعكس في جانبين. الجانب الأول هو مكافأة الناجحين، والجانب الثاني ومعاقبة الفاشلين. هذه الفكره هذه اختمرت عند هاد الشباب هادو، واللي ينطلقوا بعد ذلك في اطار حركه خدات صبغه جمعيه، ولكن هي حركه سياسيه هدفها هو والتاثير في العمليه السياسيه. شحال العضو حاليا فيها واطار اللي كتضم دابا حاليا؟ كنفضلوا نختفضوا بهذا الرقم لينا. نعم، واخا سيدي، واخا سي نبيل، ولا الحركه يعني في هذه الظرفيه الحاليه ما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومه، الميثاق ديال حركه معا كتناديو وكتبناو بالتمكين السياسي للمواطن، كيف ذلك؟ التمكين السياسي للمواطن يبدا بان نرفع من مستوى وعي المواطن بان المواطن هو صلب العمليه السياسيه وصلب اي عمليه تغييريه في البلد. لماذا؟ لانه في اي ديمقراطيه الفكرة الأساسية هو أن المواطن هو الذي يمول جميع أجهزة الدولة. إذا من حقه كممول أن تكون له كلمته في تسيير هذه الدولة وهذه الحكومة. هذه الفكرة للديمقراطية. الآن كيف يمكن أن تمارس هذه الفكرة؟ هنا فين كيختلفوا مجموعة من الأنظمة ومجموعة من التجارب، ولكن الأصل هو أنه إذا كان هناك وعي من طرف المواطن بأنه هو رب المال الذي يمول جميع هذه العملية هذه السياسية برمتها، فيجب أن يكون له رأيه في كيفية السير. إذن عن طريق رفع الوعي يتم إنجاح العملية الديمقراطية، بحكم أن المواطن يعرف أن ما بين يديه أكبر من 300 درهم اللي غيعطيه لواحد المرشح ولا شراء أصوات. يعلم علم اليقين أن ما بين يديه سلاح مدمر يمكن من خلاله أن يعاقب الفاشل وأن يكافئ الناجح. هاد الغير اللي كتخلق عنده على الصوت ديالو هي اللي تنجح اي عمليه ديمقراطيه، وهذا هو الهدف ديال هذه الحركه، انها تجعل من المواطن في صلب العمليه السياسيه، وذلك عن طريق تنظيم ندوات، عن طريق لقاءات مع المواطن، عن طريق حث الشباب على الانضمام للعمليه السياسيه وان لا يبقى في وضعيه المتفرج، عن طريق انفتاح لمجموعه من الكفاءات في القطاع الخاص والتي ربما لا تغريها الصيغة السياسية الحالية، وكان مجموعة من الآليات اللي كنفعلوها لبلوغ التمكين السياسي للمواطن. في نظرك سي نبيل، كيف يمكن تجويد العمل السياسي وبالتالي تقريب السياسة من المواطنين يعني كأداة لتفعيل ويعني وتطبيق المطالب ديالهم والانتظارات ديالهم؟ هو بالنسبة بحكم الديمقراطية كمفهوم عصري عندها ربما 200 سنة 200-300 سنة. اتفق مجموعة من المنظرين ومجموعة من الموارسين وأن أحسن طريقة
لتجويد العملية السياسية هم الأحزاب، تمر عن طريق أحزاب. إذن الحزب له دور مركزي في العملية السياسية. هذا الحزب إن لم يحمل اهتمامات المواطنين وآراءهم ويطبقها على أرض الواقع عن طريق السياسات، العملية برمتها تفشل. إذن تجويد العملية السياسية يتم عن طريق أحزاب لها قاعدة إيديولوجية واضحة، لها قيادة كاريزمية، ولها تنظيم. هات ثلاثة العوامل كيخلقوا أحزاب سياسية قوية يمكنها أن تحول انتظارات المواطنين إلى سياسات عمومية. حنا القيمة المضافة ديالنا هو أننا نحاول أن نستقطب الناس المستائين من الممارسة السياسية بشكلها الحالي، وطرح السياسة بشكل مختلف. بحكم أن في العملية الانتخابية الأخيرة رأينا عجبة من ناحية استعمال المال، من ناحية الترحال السياسي، من ناحية الحياد السلبي للسلطة أمام الفساد الممنهج للعملية السياسية، الفساد والإفساد للعملية السياسية. هل الأشياء هذه كانت جعل المواطن المغربي كيراقب وعنده هذيك الاستياء يكبر يوما عن يوم. حنا كنحاولوا أننا كقناة أن نمارس السياسة بالطريقة اللي كنظنوا فيها أنها ملائمة للمواطنين. نعم، وفي حاليا في الظروف اللي كيمر منها الاقتصاد المجتمع المغربي بعد خروج من الجائحة والظروف الوطنية والإقليمية، شنو في نظركم الأولويات ديال الحكومة المقبلة؟ هو أول شيء يجب تسريع خروج هذه الحكومة، هذه يجب أن تخرج في أقرب وقت ممكن. لا يمكننا أن نحتمل 4 أو 5 أو 6 أشهر ديال المفاوضات والمناقشات وتوزيع الحقائب. يجب أن تخرج حكومة قوية، يجب أن نخرج من المنطق الريعي لتوزيع الحقائب الوزارية، وأن تكون الكفاءة هي المعيار لتوزيع الحكومة والوزارات. علاش هذه مهمة؟ لأن المغرب يعيش فترة غير عادية على جميع الأصعدة، وخاصة على الصعيد الخارجي. المغرب أصبح مهددا في أمنه واستقراره. ربما لاحظنا أن هناك الأحداث تتسارع، هناك المخاطر تكبر من جميع الجوانب. لهذا يجب أن تكون الحكومة واعية بأن أكبر تحدي بالنسبة لها هو تحدي خارجي. يعني هناك تحديات داخلية، ولكن يجب أن نعلم علم اليقين أن هناك تحديات خارجية كبرى، وأن هناك أوقات عصيبة تنتظر هذا الوطن، لأن هناك مجموعة من مراكز القرار الدولي لا ترى بعين الرضا المسيرة اللي كيخطوها المغرب عن طريق التقدم الاقتصادي، عن طريق المكتسبات السياسية. وإن كنا نرى فيها ما نرى، ولكن هناك مجموعة من المكتسبات التي لا تعجب مجموعة من الأطراف. والآن أصبح العدوان مسافرا، أصبحت اللهجة التصعيدية هي الأمر عادي، وأصبح ضرب المغرب في مصالح اقتصادية سياسة لا تخجل مجموعة من الأطراف. إذن هذا هو المهم اللي عندنا في المرحلة هذه، وأن يجب أن تكون الحكومة واعية بأن الإكراهات اللي عندها هي إكراهات وجودية. ثاني ورش يجب أن تفتحها هو الورش السياسي. هناك الدستور 2011 اللي أتى بمجموعة من المكاسب الحكومتان السابقتان لم تستطيع تفعيلهما كما ينبغي. يجب على هذه الحكومة أن تكون بنفس السياسي، يعني أن توسع هامش الممارسة، أن توسع هامش الحريات، أن توسع هامش الديمقراطية، أن توسع التمثيلية، لأن هذه ما ننتظر من حكومة، لأن احنا ما انتخبناش مدراء شركة، انتخبنا سياسيين، والسياسي الهدف الأول ديالو هو توسيع العملية السياسية وفضاء الحرية. والجانب الثالث هو الجانب الاقتصادي، يجب تسريع النمو، يجب الحد محاربة البطالة، يجب رفع المستوى العيش للمغاربة. إذن ربما المثلثين ديال المحاور الذي يجب أن تشتغل عليه الحكومة المقبلة. نعم، على مستوى الاحتكاك ديال الحركة مع المواطنين والانتظارات ديالهم، شنو هما المشاريع الحالية المستقبلية ديال حركة بعد؟
بصراحة هناك مجموعة من المشاريع اللي تم إطلاقها. هناك فضاء استماع نجعل المواطن في قلب العملية السياسية عن طريق الاستماع لما يقول، لأنه بحكم أنه هو الفاعل المركزي في العملية السياسية. الحركة طبعاً أصدرت مجموعة من الأوراق اللي تعبر فيها عن رؤيتها الأشياء. هناك كانت هناك ورقة حول الدستور، ورقة حول النموذج التنموي، مجموعة من الأوراق الاقتصادية بحكم أنه في كل مكان هناك قضية اقتصادية أو قرار تقوم الحركة بالتعليق عليه. هناك مجموعة من المواقف الحقوقية التي دافعنا فيها مجموعة من القضايا الحقوقية. والآن نقوم بعد أن تمت هيكلة الحركة، الآن يتم انفتاح المواطنين. نقوم بفتح فروع لنا في وتمثيليات في مجموعة من المدن المغربية وبني في المدن في عبر العالم. عندنا تمثيليات في مجموعة من المدن عبر العالم. والمهم من هذا الشيء كل شيء هو أن نحاول أن يكون التواصل بينه وبين المواطنين مستمر، ماشي غير من كيقرب شهر ديال الانتخابات. تمام. وهذا ما يؤاخذه المغاربة. ومن كنتلاقوا مع مجموعة من الناس كيقولوا لنا نسأل هذه، علاش الأحزاب ما كيجيو يشوفونا حتى كتبقى شهرين جوج سيمانات على الانتخابات؟ فين كيكونوا قبل؟ هذه المسألة هذه يستهجنوها المواطنون. علاش؟ كيكون تواصل باستمرار على طول، لأنك أنت كتمثلني. أنت كتمثلني، خاصك ماشي ما كتمثلنيش في جوج سيمانات الأخرى. نعم. ديال الفترة الانتخابية، وحتى كتكون فيها بحال قلة الاحترام للمواطن المغربي. فين كنتي؟ نعم. إذن حنا كنحاولوا أن نربطوا أواصر العلاقات مع المواطن بطريقة مستمرة. هناك مجموعة من القضايا على المستوى المحلي اللي تم رفعها في أزمور، في مجموعة من المدن. أنك هناك حالة من التماهي مع الانتظار ديال المواطنين ورفع همومهم إلى المسؤولين. نعم. كما أننا ربما نعطيك السبق الصحفي، أطلقنا اليوم واحد المبادرة ديال سميتها التزموا معنا، والتي من خلالها سنسائل دوريا الحكومة انطلاقا من برنامج الأحزاب الانتخابي، انطلاقا من تصريح اللي يقوم به رئيس الحكومة عقب تشكيل حكومته، ودوريا سوف نسائل هذه الحكومة على ما أنجزته بالنسبة للمواطن. كانت هناك مجموعة من الوعود الانتخابية، وسنكون بالمرصاد واقفين على تطبيقها. نعم. ومحاسبة من لم يطبقه، وسنكون صوت المواطن لإيصال هذه الرسالة. لن ننام، التزمتوا معنا شدوا معنا الطريق. نعم. أنك تبقى تطلق لي في الوعود على عواهنها، نزيد هذا، نعطي هذا الأجر، نخلق فرص شغل، جيد. الآن يجب أن يتم إيصال هذا الوعود هذه، وخص المواطن يشوفها. وحنا من اليوم طلقنا هذه المبادرة هذه، والتي من خلالها سنسائل دوريا الفاعل الحكومي. نعم، شكرا جزيلا سيدي بلادي على كل هذه التوضيحات. شكرا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ونضرب لكم موعد جديد مع ضيف جديد.